ديوان مرايا الغياب في لوحات دلدال فيلمز، ألوان سوريا وغيابها. حين كنت شابا صغيرا أردت أن أصبح كاتبا. في مرحلة مبكرة قرأت قصائد ديوان فرج بالإقدار الأول ما أنت وحدك، وتداولته مع رفاقي الكتاب الشباب خاصة اليساريين من أبناء جيلي. صدرت بعد ذلك قصيدته جل سرخي في كتاب صغير عام 1981، تبادلناها كمنشور سري، خاصة وأن القصيدة تحتفي بالشعر الذي أعدمه جهاز السباق شاعرا. لم يطل وقت حتى وقع فرج بالإقدار في الأسر، واعتقل مع رفاقه ليقضي 14 سنة في سجن ظالم عقابا على قول الله في وجه النظام. رفعنا كأس شاعرنا المعتقل في أغلب سهراتنا، هذا ما كنا نستطيع فعله، وأعدنا قراءة قصائده، رغم أننا لم نكن منتمين ولا حتى نفكر في الانتماء إلى أي حزب سياسي. كنا مجموعة كتاب شباب يساريين هوسنا الكتب والفن، ولدينا طموح واحد أن نصبح كتابا. أذكر لقاءاتي مع فرج بعد الإفراج عنه في أمسيات وأماكن مختلفة من العالم. ما زال رفيقي الذي أنتظر منه الكثير، ما زالت صداقتنا التي نمت في أوقات متباعدة تحمل ذكريات عاطفية لا يمكن لها أن تنتهي. دوما لدينا كلام معلق نتركه وراءنا. حين وصلت إلى الزيودة منتصف شهر كانون الثاني، تلقيت مكالمة من دلدال فيلمز، الصديق الغائب. ببساطة أخبرني أنه في زيورخ وقريبا من منزلي. إنها المفاجآت الحلوة التي أنتظرها في كل مكان. التقينا من جديد كأنه لم يمضي أكثر من 10 سنوات عن آخر لقاء لنا في دمشق. ما زلت أذكر دلدال الشاب القادم من الحسكة، حاملا رائحة حقولها على جلده إلى دمشق. كان مفترقا عن أبناء جيله، يغرد خارج سربهم، يحمل ألوانها الترابية، ألوان حقول الحسكة معه وينثرها أينما حل. ما زلت أتذكر لوحاته الأولى التي رسمها في دمشق، تذكر فرادتها وحيرتها في الأسلوبية التي ينشدها. كان الجميع غارقا في الألوان الحارة والزاهية، بينما دلدال كان غارقا في ألوان التراب الباردة. أن يرسم دلدال قصائد فرج بالإقدار في ديوانه مرايا الغياب، صاحب حكاية التراجيدية السورية الخالصة الذي كتبت قصائده في السجن وهربت إلى خارجه، والذي صدر للمرة الأولى عام 2005 بعد رحلة طويلة من المصادرة والمنع. هذه الشراكة الإبداعية بالنسبة لي حدث شخصي يجمع صديقين ويعيدني إلى الذكريات التي لم تتركني بعد. يعود دلدار إلى التجريب الذي هو حلم البقاء بالنسبة لأي رسام. يرسم بمواد ثقيلة بالطين ومواد مختلفة، يخط لوحاته على قماش سميك وألواح خشب. بحنينه إلى تلك الحقول المفتوحة يعيد خلق عوالم قصائد فرج بالإقدار الذي لم تغادره سوريا ولم تغادره، رغم عيشه بعيدا عنها منذ عقدين، رغم الأسى الذي عاشه وعشناه معه كسوريين. لا يمكن لنا إلا ملاحظة قوة التعبير في لوحات دلدال فيلمز هذه بألوانها الكارية الأقرب إلى الألوان البنية، واختلاطها مع كل ما يذكرنا بتلك الأرض البعيدة التي تحفل قصائد فرج في التغني بحزنها ووحدتها وغياب أحبابها عنها. لكني دوما أبحث عن المعاني، كيف سيرسم دلدال هذه القصيدة؟ قلبه جرس وجسده كنيسة، وعيناه مغمضتان على امرأة ترتدي حزنها وتقيم لعودته قداسا من الدموع. كيف لنا رسم الغياب؟ خطوط اللوحات النافرة عوالمها المفاجئة تخبرنا عن نقلة جديدة لدلدال الرسام، أيضا الذي ما زلنا ننتظر منه الكثير
كشاعر ورسام. زيورخ 2023. Thank you.